في إطار برنامج التعاون السابع بين البلاد وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تجيء ورشة العمل هذه لتقييم حصيلة أنشطة العام 2021 والتخطيط للعام 2022، وذلك بغية التعرف على مواطن الضعف والقوة والإعداد والتخطيط للعام الجديد. ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان دكتور سينين هونتون أشار إلى أن هذه الورشة تتيح الفرصة لتقييم تنفيذ الأنشطة للعام 2021 ومعرفة ما تم الوصول إليه فيما يتعلق بالتوقعات، وأكد بأن منظومة الأمم المتحدة بجانب أولوياتها تلتزم بدعم جهود الحكومة من أجل انتقال سياسي سلمي وناجح. الأمينة العامة النائبة لوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي ريومتا ماجينغاي عبرت عن امتنان الحكومة للصندوق وحثت المشاركين إلى الانتباه خلال أيام الورشة الثلاث والإدلاء بملاحظاتهم لتقديم توصيات تساعد في تذليل الصعب. وحيت الأمينة العامة النائبة لوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي الجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات في البحث عن حلول لقضايا السكان والصحة الإنجابية والجنس والشباب، علما بأن المشاركين في الورشة يمثلون عدد من الوزارات وممثلي جمعيات المجتمع المدني وتستمر حتى 26 من يناير الجاري.